أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي الطقس العربي في الأردن. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ساعات نهار اليوم، حيث يسود الطقس غائم جزئي مع 21 درجة مئوية، الملموسة 20، أما الرطوبة 89%، والرياح تكون معتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ بإربد 24 إلى 12، طقس غائم جزئي، عجلون 21 إلى 9، جرش 22 إلى 11، والمفرق 23 إلى 14. بالنسبة للمنطقة الوسطى نبدأ بالعاصمة عمان 21 إلى 13 مع طقس غائم جزئي، الزرقاء 24 إلى 14، البلقاء 24 إلى 14، معدبة 23 إلى 13، والبحر الميت 30 إلى 21. بالنسبة للمنطقة الجنوبية العقبة 28 إلى 22، الشوبك 18 إلى 14، معان 23 إلى 13، الطفيلة 21 إلى 14، والكرك 19 إلى 12. بالنسبة للمنطقة الشرقية الأزرق 27 إلى 15، صفاوي 26 إلى 14، ورويشة 27 إلى 15. إلى اللقاء.